احتدام المنافسة بين غانتس ونتنياهو في الانتخابات المرتقبة وتراجع حاد لحزب العمل. توثيق جنود إسرائيليين يعتدون بالضرب المبرح على معتقلين فلسطينيين. وحرك طلابي في جامعة تل أبيب احتجاجا على إغلاق مصلى. أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب حسن لإسرائيل برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس يزاحم بقوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحكم. وبحسب الاستطلاع فإن حزب الليكود سيحصل على 31 مقعدا، يليه حسن لإسرائيل مع 23 مقعدا، بينما سيحصل حزب يش عتيد برئاسة يائير لابيد على 9 مقاعد، ويتراجع حزب العمل برئاسة أفي جباي ليحصل على 8 مقاعد، في حين لا يتجاوز هتنوعا برئاسة تسيبي ليفني نسبة الحسم. نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير أفادت بأن وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والاحتيال في الشرطة الإسرائيلية تدرس ارتكاب وزير التربية والتعليم ورئيس حزب اليمين الجديد نفتالي بنت مخالفات جنائية. ووفق المعلومات الواردة فإن المخالفات الجنائية التي يشتبه بارتكابها وقعت خلال حملته الانتخابية على رئاسة كتلة البيت اليهودي عام 2012. وتحقق الشرطة الإسرائيلية بضخ مبالغ مالية كبيرة إلى حملة بنت على رئاسة البيت اليهودي دون الإبلاغ عن الأموال بتقرير مراقب الدولة، متجاوزا بذلك سقف الإنفاق المسموح به. ليست فعالية دينية لا منهجية، إنما هو المكان الذي بقي مفتوحا أمام الطلاب المسلمين في جامعة تل أبيب لممارسة شعائرهم الدينية بعدما أغلقت إدارة الجامعة المصلى الطلابي دون سابق إنذار. احنا كل الوقت في تواصل مع الجامعة، مع إدارة الجامعة، مع الأشخاص المسؤولين في الجامعة عن هاي الأمور، لكن ما لقينا ولا أي رد رسمي. احنا مكملين بالتواصل مع الجامعة في هاي النقطة. حقنا واضح وصريح، مطلبنا واضح وصريح، انه احنا بدنا مصلى دائم يليق بنا كطلاب في مكان جيد في الجامعة. وتدعي إدارة الجامعة بأنها قد منحت الطلاب غرفة للصلاة في شهر رمضان بشكل مؤقت، الأمر الذي اعتبره الطلاب مساً بحرية العبادة. مطلبي أنه يكون كل الاحتياجات متوفرة إليه، كيف أنه متوفر المكاتب ومتوفر المطاعم، لما واحد يجوع، طالب يجوع بده يلاقي محل يأكل فيه. أنا برضو في عندي 5 صلوات باليوم، 4 صلوات ممكن تتصلى بالجامعة، أنا محتاج محل اللي أصلي فيه، مش أخذ من وقت الخاص أدور عن مصلى ملائم بشكل رسمي، إنه يجي ناس من المكاتب يحكونا إنه هالمحل مش لازم تتصلوا فيه وهيك وهيك. أنا بس بتواجد في الجامعة ساعات اللي يعني تفرض علي أصلي 4 صلوات في الجامعة، ومن حكي إني ألاقي محل محترم أصلي فيه بدون يعني بدون إزعاج، بدون يعني محل غير ملائم وغير لائق. وهذا هو، يعني احنا مش بنطالب بشيء كبير، احنا بنطلب مصلى ملائم نصلي فيه. في ظل الضبابية التي تسود موقف إدارة الجامعة، يصر الطلاب على مواصلة حراكهم حتى تحقيق مطالبهم التي تضمن حقهم في الصلاة والعبادة. قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عرقات إن قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم تجديد تواجد البعثة الدولية في الخليل يعطي الضوء الأخضر والحماية لانتهاكات المستوطنين في كافة الأراضي الفلسطينية، وطلب باستمرار عمل البعثة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الحرب، مشيرا إلى أن إلغاء إسرائيل الاتفاق من جانب واحد يعتبر تمهيدا لإنهاء الاتفاقيات الدولية بالكامل منذ اتفاق أوسلو. وأكد عرقات أنه لا يحق لإسرائيل إلغاء الاتفاق من جانب واحد، وعليه فإن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات حثيثة مع الأطراف الدولية لعدول إسرائيل عن هذا القرار المخالف للمواثيق الدولية. أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن النيابة العسكرية قدمت لائحة اتهام ضد 5 جنود من كتيبة نيتساح يهودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي
نسبت لهم تهم التنكيل بأب ونجله بعد اعتقالهما في قرية أبو شخدم قضاء رام الله. وأشارت التحقيقات إلى أن الجنود نقلوا المعتقلين بمركبة عسكرية ووثقوا الاعتداء عليهما بالضرب المبرح والأدوات الحادة، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة. بدورها عقبت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنها تجري تحقيقات في هذا الصدد، وتتهم اثنين من الجنود بالتشويش على الإجراءات القضائية وتقديم رواية مفبركة، مشيرة إلى أن قائد الجنود وضع قيد الاحتجاز المفتوح بسبب عدم منعه التنكيل والاعتداء. في نسخته الثالثة انطلق مشروع آيباد لكل معلم من معلمي التربية الخاصة في بلدة حورة بالنقب في إطار مشروع حاسوب لكل معلم في البلاد، تمشيا مع وزارة المعارف والرؤية المستقبلية لعالم التكنولوجيا وتطور مع القرن 21. توزيع هذا الآيباد أو اللوح المحوسب يعود بالفائدة على الطالب من ناحية تربوية اجتماعية وعلاجية، وكذلك يخلق جو تعليمي أضافي من جودة الوسائل التعليمية والبيئة التعليمية. طبعا هذا المشروع منطقة حورة وبلدة حورة تؤمن بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتربية الخاصة، لذلك كان نصيب في السنة الماضية والتي قبلها لمدارس أخرى ومؤسسات أخرى في البلد، واليوم كان توزيع هذه الأجهزة لمساعدة هذه الفئة من الطلاب، لأننا نؤمن بالتربية الخاصة وبما سيساعدها في المستقبل. خلال اليوم قامت طالبات التعليم الخاص بعرض مميز، وتم تكريم المعلمين بحضور الأهالي بهدف تطوير الوسائل التعليمية. تقدم عرضين من طلاب مدرستنا، ولا شك طبعا انه التحضير للعرضين اخذ وقت وجهود، بس كان في ايمان من الاساس انه طلابنا بيقدروا يعطوا وبيقدروا انهم يقدموا افضل ما عندهم. نحن عندنا برامج لتشغيل هذه اللوحات المحوسبه وادماجها في جميع المواضيع داخل المدرسة. طبعا هذه اللوحات تساعد كثيرا في إيصال المعلومة للطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، من تبسيط المعلومات للطالب ومنح جو تعليمي ممتع للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. الوسائل التكنولوجية تسهل تواصل المعلمين مع الطلبة من ذوي اضطراب التوحد والاحتياجات الخاصة، ويساعد في الكشف عن قدرات ومميزات الطلاب من أجل الاندماج في المجتمع. إلهام بغدادي، أنا خبيرة بشرة، درست بكلية طب مكمل، أخذت عن أنواع الفواكه والخضار، قديش أثرها على البشرة، قديش هو مفيد للبشرة، حبيت أنه أعمل، وأخذت طبعاً أساسيات الصابون، كيف أنه أنا بعمل صابون الأساسي، حبيت أنه هون شوي شوي ضليت أعمل أبحاث عن بعض الخضار والفواكه والأعشاب، كيف أنه تنحط مع الصابون بحيث أنها تحافظ على جودتها بنفس الوقت تفيد البشرة. هلا عندنا الستات كتير أنه بيحاولوا أنه يعني أنا مثلا أمسك زبونة أحكي لها أنه حطي ماسك على وجهك من نوع من الفواكه أو الخضار، أول كلمة دائما بيحكوا لي أنه معناش وقت، فهون أنا حبيت أدخل الفواكه بالصابون بحيث أنه تعالج البشرة، وكل واحد بغسل الصبح كل واحد بغسل بالليل، فهون أنا يعني حبيت أنه يعني أخليهم يعني يستعملوا المواد الطبيعية بدل الكيماوية، فدخلت زي البقدونس، الخيار، البندورة، المانجا، البردقان، الليمون، كلها دخلته بالصابون، دخلت بعض الأعشاب زي البابونج، زي كمان الكركم الأصلي، طبعا عملت كريم للتعرق، عملت كريم بعالج تقريبا 10 أشياء زي الأكزيما، حروق درجة تانية، صدفية، حمى، لسمات. أول شيء أنا بلشت مع الناس مجانا، كتير أثبتت يعني جدارتها بالعلاج، وبنفس الوقت شوي شوي صرت أدخل معارض، يعني نشرت شغلي عن طريق الإنترنت عن طريق التلفزيونات. أنا رسالتي إنه أنشر الشغل هذا يعني من طاقة واسع، وكتابي إنه أعمله باللغة الإنجليزية أطلعه للعالم كله،
وإن شاء الله بتمنى إنه كتابي كمان يوصل للعالم كله سواء بالعربي أو بالإنجليزي. تلوث الهواء الخانق أدى إلى إغلاق مئات المدارس في بانكوك حتى نهاية الأسبوع، وحثت السلطات المحتفلين برأس السنة القمرية الأسبوع المقبل على الحد من استخدام المعطرات والألعاب النارية. وتحوم درجة جودة الهواء في العاصمة التايلاندية حول مستويات غير صحية إذا تتجاوز كميات جزيئات الغبار الخطيرة المعروفة باسم PM2.5 تتجاوز المستوى الآمن في 41 منطقة في أرجاء بانكوك وفقا لبيانات إدارة مكافحة التلوث. وكان مؤشر جودة الهواء سجل في منتصف نهار يوم الأربعاء 175 نقطة وفقاً لموقع إير فيجوال الإلكتروني الذي يقيس مستويات التلوث في مدن العالم، لتصبح بانكوك خامس أكثر مدن العالم تلوثاً. وجاءت العاصمة الهندية نيودلهي في المرتبة الأولى حيث سجل المؤشر 257 نقطة. وعن معاناته مع التلوث يحدثنا تلميذ بمدرسة يدعى راتشاتا أنوكونويتايا. لا أستطيع أن أتنفس جيداً، ستصاب عيني بالعدوى والتلوث يصيب جلدي بالحساسية. وقال بوتيبونغ بوناكان المتحدث باسم الحكومة للصحفيين إنه تم إلغاء الدراسة في أكثر من 400 مدرسة عامة في بانكوك، وستغلق مدارس أخرى خاصة وعامة في العاصمة والمناطق المحيطة بها يومي الخميس والجمعة. وأضاف المتحدث أن الوضع سيقيم يومي السبت والأحد لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لإغلاق المدارس الأسبوع المقبل أيضاً. وأضاف أن بعض الامتحانات المقررة في نهاية الأسبوع قد تؤجل كذلك، ولم تنجح حتى الآن إجراءات اتخذتها الحكومة لتحسين جودة الهواء، منها تقنيات الاستمطار ورش الشوارع بالماء وتنظيم حركة مرور الشاحنات. عاصفة قطبية تسببت في انخفاض شديد بدرجات الحرارة في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي يوم الأربعاء، وتعطلت خدمة توصيل البريد، واضطر السكان الذين يفتخرون بقدرتهم على تحمل الشتاء للبقاء في منازلهم. وألغيت الدراسة يومي الأربعاء والخميس في أنحاء المنطقة بما في ذلك شيكاغو والتي بها ثالث أكبر منظومة مدارس في الولايات المتحدة، وحذرت الشرطة من مخاطر وقوع حوادث على الطرق السريعة بسبب الجليد. وقالت السلطات في ولاية ميشيغان إن جميع المكاتب ستظل مغلقة حتى الخميس. وأفاد مسؤولون وتقارير إعلامية بأن الطقس شديد البرودة أودى بحياة 12 شخصا على الأقل منذ السبت في ولايات ميشيغان وآيوا وإنديانا وويسكونسن ومينيسوتا. وأنقذ ضباط بشرطة إلينوي 21 شخصا تقطعت بهم السبل في حافلة تعطلت وسط درجات حرارة دون الصفر على طريق سريع قرب أوبورن بعد أن تجمد وقود الحافلة في المحرك. وخلت شوارع شيكاغو إلا من عدد قليل من المارة مع انخفاض درجات الحرارة إلى حوالي 18 درجة تحت الصفر. وقال موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يرصد حركة الطيران إن أكثر من 1000 رحلة ألغيت يوم الأربعاء، وهو ما يقارب ثلثي عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار شيكاغو أوهير وشيكاغو ميدوي الدوليين. احتدام المنافسة بين غانتس ونتنياهو في الانتخابات المرتقبة وتراجع حاد لحزب العمل.
توثيق جنود إسرائيليين يعتدون بالضرب المبرح على معتقلين فلسطينيين. وحراك طلابي في جامعة تل أبيب احتجاجا على إغلاق مصلى.